مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، وحدد الملك أجلا أقصى 6 أشهر لرفع المقترحات الخاصة بتعديلات المدونة إلى جلالته بعد إجراء مشاورات تشاركية واسعة. اليوم نناقش مع ضيفاتنا مداخل هذا الإصلاح وسبل تدارك الاختلالات التي ظهرت خلال 20 سنة الماضية والإجراءات الضرورية من أجل مواكبة تأهيل المدونة. يسعدنا كثيرا أن تنضم إلينا من الدار البيضاء الأستاذة سعيدة الإدريسي، وهي فاعلة حقوقية نسائية. أهلا وسهلا بك سيدة سعيدة معنا. كما يسعدنا أن تنضم إلينا من الدار البيضاء الأستاذة عائشة قلاع، وهي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. أهلا وسهلا بك يا سيدة عائشة معنا. ويسرنا أن تكون معنا من الدار البيضاء الأستاذة بشرى عبدو، وهي مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة. أهلا وسهلا بك أستاذة بشرى معنا. أبدأ معكم الأستاذة سعيدة الإدريسي، لماذا يبدو إصلاح مدونة الأسرة أمرا مستعجلا وضروريا اليوم؟ لا معلوم ضروري ومستعجل، لأن هناك أولا 19 سنة من تنفيذ من إجراء المدونة، وأبانت على أولا اختلالاتها في التنفيذ، ولكن كذلك هناك اختلالات في مضمونها. فإذا تقريبا 20 سنة حنا لحينا على التغيير أو الإصلاح على التغيير منذ 5 سنوات الأولى من تفعيل مدونة الأسرة. إذن الآن هو أمر مستعجل، لأن هناك نساء تعاني، هناك أطفال يعانون من كل هذه التمييز اللي يطالهن في مدونة الأسرة. طيب، يهمنا كذلك أن نستمع للأستاذة عائشة قلاع، ما هي مواطن الخلل التي تستوجب اليوم إعادة النظر فيها سيدة عائشة؟ طبعا الجميع يجمع اليوم على مجموعة من الاختلالات التي تطال مضمون مدونة الأسرة، وكذلك كيف يتم إنفاذ مقتضيات مدونة الأسرة من طرف يعني مجموعة من المحاكم التي يتم إصدار أحكام في نفس القضية بأحكام مختلفة. مجموعة من المقتضيات التي اليوم فيها تناقض مع المبادئ الدستورية، الفصل 19 والمساواة بين النساء والرجال. اليوم هناك اختلال في المراكز بالنسبة للنساء والرجال، مع العلم أن مدونة الأسرة تقتضي أن الأسرة اللبنة الأساسية فيها تحمل مسؤولية بين الزوجة والزوج والأم والأب، ولكن على أرض الواقع هناك مجموعة من المقتضيات من داخل مدونة الأسرة يعني تنسج أو تجعل اختلالا كبيرا في هذه المراكز، مما يجعل الاختلال في عدم المساواة بين النساء والرجال، الذي كذلك ينعكس على وضعية النساء وعلى وضعية الأطفال. نحن كدولة صادقنا على مجموعة من الاتفاقيات، اتفاقية مناهضة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، اتفاقية حماية حقوق الأطفال، يعني مجموعة من الاتفاقيات، دستور المملكة الذي أسس لمجموعة من المقتضيات التي تقضي بالمساواة بين النساء والرجال. رفعنا التحفظات على الاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ولكن مع الأسف هناك مجموعة واقع اليوم وواقع لا يرتفع، هناك تمييز وحيف ضد النساء، وهذا هو ما جاء في خطاب جلالة الملك في عيد العرش لسنة 2022، الذي يعني شخص واقع مدونة الأحوال الشخصية من حيث مضمونها في مجموعة من المقتضيات التي لا تسير تطور المجتمع المغربي، ولا تسير تحول الذي تعرفه وضعية النساء، ولا الواقع الذي يعيشه الأطفال. اليوم الطفل، ونحن ندافع على مصلحة الفضل، الطفل يحتاج إلى إثبات هوية، إلى وضعية مشاكل كبيرة فيما يخص
يخص النسب إلى واقع النفقة إلى مجموعة من الإشكاليات التي يجب أن تعالج من داخل مدونة الأسرة. اليوم مجموعة من المقتضيات كما قلت حتى على مستوى تنفيذ بعض المقتضيات. سنعود إلى هذه النقطة أستاذة عائشة. أمر إلى الأستاذة بشرى، هل الإشكال اللي هو في القانون أم في التنفيذ أستاذة بشرى؟ هو في القانون وفي التنفيذ، فيهم بجوج، نظرا لأن اليوم ضروري أن يصدر قانون عادل، قانون يحترم الإنسان المرأة والرجل، وقانون كذلك فيه حريات وحقوق وواجبات. اليوم كذلك هذا القانون اللي بقينا تنتظره أكثر من 18 سنة، نتمنى أن يصدر في حلة جديدة، حلة ملائمة مع الدستور المغربي المتقدم وكذلك مع الاتفاقيات الدولية التي انضم وصدق عليها المغرب. كيف يمكن أن يكون متقدما أستاذة بشرى عمليا؟ ماذا تنتظرون من هذا القانون الجديد؟ أعطينا أمثلة من واقع التجربة. مثلا إذا ما تكلمنا عن عدة فصول التي تعاني منها النساء في المحاكم المغربية، إذا تكلمنا عن النفقة على سبيل المثال وتكلمنا على مستحقاتها وهي لا تغطي الحياة المعيشية اليوم، نتكلم عن نساء يبحثن عن مستحقات النفقة ولكن لا تغطي الحاجيات اليومية لهن ولأطفالهن. مثلا هناك بعض النساء اللي تقدروا ياخذوا 300 درهم ولا 400 درهم للطفل، او انهم السومة الكرائيه لا تتجاوز 150 درهم او 200 درهم. هل هذه المستحقات ممكن ان تغطي الحاجيات اليوميه لتلك النسوه وتلك وكذلك الاطفال؟ اذا ضروري اعاده النظر في مستحقات النفقه وكذلك اعاده النظر في كيفيه التنفيذ هذه تلك المستحقات كذلك، باش نتكلموا على اثبات النسب والمشاكل التي يعانيه الاطفال بدون هويه بدون نسب. اليوم ضروري ان الخبره الجينيه ان تكون من دليل قاطع من اجل اثبات النسب، لان عندنا اطفال داخل هذا المجتمع اللي ما عندهمش وثائق اداريه، الامهات تاعهم تدقوا كل الابواب من اجل ايجادها، كذلك ان هاد الاطفال تعيشوا الويلات والالام داخل هذا المجتمع من سب وشتم واهانات. اذا دار اليوم حان الوقت من اجل ان يكون عندنا قانون فيه اثبات النسب وكذلك انه ياخذ بعين الاعتبار الخبره الجينيه كدليل قاطع من اجل الحاق هذاك الطفل بالاب البيولوجي. كذلك باش نتكلموا اليوم على تقسيم الممتلكات والمشاكل التي تعانيها النساء، لان النسب قليله جدا من وضعنا الملفات امام المحاكم، ولكن المشكل الحقيقي هو ان خاص ضروري في عقد الزواج قبل ابرام عقد الزواج يكون من النقط الاساسيه ديالو ان يكون هناك تقسيم الممتلكات المتراكمه بعد الزواج متساوية بين الطرفين. بالإضافة إلى ذلك خاص ضروري إخراج واحد القوانين تنظيمية لها باش نقدروا أننا نقسموا حقيقة ذوك الممتلكات وتكون بحسب جهد كل منهما من أجل الإنصاف ومن أجل المساواة. طيب أعود إليك الأستاذة إدريسي، أنت فاعلة حقوقية لك خبرة طويلة في هذا الميدان، ما هي الأمور التي تبدو لك عاجلة لإصلاحها اليوم ولا تحتمل أبدا الانتظار؟ والأمور العاجلة هو مدونة الأسرة بكاملها، أنها التغيير لما نتكلم على التغيير الجذري أن التغيير من الفصل الأول من المادة الأولى إلى المادة الأخيرة، لأن تعدد المرجعيات بالنسبة لهذه المدونة يجعلها مدونة لا تلائم العصر ولا تتماشى معه. الآن لما التعديل التغيير يجب أن يكون جذري طبعا، ولكن بمرجعية ديال الدستور اللي هو دستور ديال البلاد وأعلى وأسمى دستور والمواثيق الدولية التي انضم إليها المغرب. فلكي إذا كنا نريد أن تكون عندنا أسرة متوازنة، أسرة تساير العصر، أسرة تدخل في تحدي، لأن هناك تحديات للتنمية والعاهل البلاد قالها أن لا يمكن على أي بلد أن يتنمى دون أن تشارك المرأة، ولكي تشارك المرأة يجب أن يكون عندها وضعية قانونية التي تضمن وتحمي حقوقها وفق مبدأ المساواة كما جاء في الدستور. المسألة كذلك اللي تتخلق
إشكال في داخل المدونة ولا ما تحيدات شيء، راه بحال ما درناش شي تعديل، هي القضية القوامة، القوامة ديال الرجل بين تيقولوا تدبير ديال الأسرة من طرف الزوج والزوجة، ولكن داك التدبير داك المساواة في تدبير شؤون الأسرة تيتحد غير داك ماشي عرضاني. القضية ديال أن اتخاذ القرارات الحاسمة بالنسبة للطفل عنده الولاية الشرعية، المسألة ديال البنوة ديال الشرعية والبنوة الطبيعية عنده الحق أنه يعترف ولا ما يعترفش، وحتى لا دين ماشي موجوبة عليه. المسألة ديال النفقة، المسألة كل القوامة هي عرضانية في هذه المدونة. إذا نحن بهذه المدونة لا نعترف بأن المرأة فاعلة داخل الأسرة، وأنها تساهم في 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 تربية في تربية الأطفال، وتساهم في ثروة الأسرة، وتساهم بجهدها المادي والمعنوي إلى آخره. فلا نعتبرها لا في اتخاذ القرار ولا في اقتسام الممتلكات، ولا حتى في المسألة ديال ديال ديال, ديال الإرث الآن، الذي كما فتح الاجتهاد لما كانت أحفاد حفيدات أو أحفاد البنت لا يرث، كان هناك اجتهاد الأربعة، والآن أبناء البنت يرثون. فهذو اجتهاد دار، والملك أعطى قال في سواء في خطاب العرش أو في خطاباته أن يجب فتح باب الاجتهاد لكي تكون هناك توازن وتوافق بين القيم ديال الدين الإسلامي اللي هي قيم العدل والعدالة والمساواة والإنصاف إلى آخره، مع قيم حقوق الإنسان ومواثيق اللي انضم إلى المغرب. إذا هنا لسنا في تناقض مع أنفسنا ولا مع الواقع. إذا القانون يجب أن يتماشى مع الواقع ويتلائم معه. ومدونة الأسرة الآن لا تتلائم أبدا مع الواقع الذي نحن فيه، والتطور الذي المغرب والمسار الذي رسمه المغرب في تطوره من أجل التنمية المستدامة. طيب الأستاذة عائشة، أنت تهتمين كثيرا بقضايا الطفل، ما هي المواد أو المقتضيات التي يجب أن يعاد النظر فيها بدقة كبيرة من أجل حماية الطفولة؟ طبعا كما قالت الأستاذة، مدونة الأسرة اليوم تحتاج إلى إعادة نظر بشكل جذري، أولا من خلال المرجعية، وأن تنسجم وتتلائم مع المرجعية الدستورية، المرجعية الدستورية كذلك التي تنهل من الاختيار الديمقراطي الذي هذا اختيار المغرب حسم فيه، وكذلك الاتفاقية الدولية والمرجعيات الدولية الحقوقية الكونية، خاصة الاتفاقيات التي صدق عليها المغرب، ويعني يجب تفعيلها في المقتضيات القانونية. اليوم مدونة الأسرة إذا رجعنا مجموعة من المقتضيات خاصة بالنسبة للأطفال، زواج القاصرات أو زواج الطفلات، هل اليوم المجتمع المغربي لا زال يقبل بزواج الطفلات اللي المفروض أن مكانهم هو الفصل المدرسي؟ هل اليوم لا زلنا في مشاكل إثبات النسب عن طريق الخبرة؟ هل مع الأسف لا زالت المحاكم ترفض الحكم بخبرة جينية لإثبات نسب الأطفال، ونحن دولة صادقنا على اتفاقية حقوق الطفل منذ سنة 1993، ومن ضمن الحقوق الأساسية للطفل هي هوية، يجب أن تتوفر للطفل هوية أساساً، اسم ونسب ويعني انتماء أسري وعائلي. هذا من الضمانات الموجودة في اتفاقية حقوق الطفل. اليوم لازلنا في مشكل لإثبات النسب بالنسبة للأطفال، ونعيش يعني مجموعة من المشاكل الاجتماعية داخل المجتمع المغربي تحيتها الأطفال. يعني مجموعة من الإشكاليات كما قالت الأستاذة، بعض الإجراءات العرضانية الإدارية
فيما يخص حضانات الأطفال، فيما يخص مسائل بسيطة وهي من حق الطفل. يعني إذا كان الهم هو المصلحة الفضلى للطفل، أظن أن الأساسي تسهيل هذه الإجراءات، انتقال المدرسة من مدرسة لمدرسة أو من مدينة لمدينة، السفر، العلاج. يعني هذه مجموعة العلاج في حالة استعجال يجب أن ننتظر تأشيرة الأب لكي يأخذ الطفل للعلاج ولو كنا في حالة استعجال. يعني أين هي مصلحة الطفل في مجموعة من هذه المجموعة دي المشاكل اليوم؟ لأن الخلل ليس في تفاصيل مدونة الأسرة، ولكن الخلل في بنائها المرجعي. اليوم يجب أن نحسم في مرجعية مدونة الأسرة، يجب أن نحسم في مجموعة من المقتضيات، خاصة الفصل 400 الذي يرجعنا إلى نقطة الصفر، وبالتالي كل ما جاء في الفصل الأول المادة الأولى إلى غير ذلك بأنها اللبنة الأساسية، وأن اقتسام المسؤولية بين الأم والأب، بين المرأة والرجل تقول المدونة. يعني يجب أن نعود اليوم إلى الملائمة مع الفصل 19 الدستور الذي يعتبر المساواة هي الأساس. اليوم إذا يعني رجعنا وحدنا هذه المرجعية من داخل يعني الدستور المملكة، من داخل الشرعة الدولية، يعني تفاصيل تعديل مجموعة من المقتضيات لن تكون بالمسألة صعبة علينا. أنا اليوم ونحن نناقش أرى اجتماع للسيد رئيس الحكومة مع السيد رئيس المنتدى بالسلطة القضائية مع السيد رئيس النيابة العامة والسيد وزير العدل، ولا أرى أي سيدة أو أي مسؤولة في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع بين أربعة مسؤولين هو يعكس واقع يعني وضعية النساء. هذه لكي نوضح فقط، الجهة المشرفة هي وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية، وسيتوسع كما تعرفين النقاش بعد ذلك لكي ترفع هذه التعديلات في أجل أقصى 6 أشهر. الأستاذة بشرى العبدو، هل تعتقدين أن الملائمة بين المرجعية الإسلامية والمستجدات الحقوقية تطرح نوع من الصعوبة في رأيك؟ ما نرغب فيه كحركة نسائية هو أن هناك كما قالت الأخوات، هو أن هناك الدستور متقدم ينص صراحة على المساواة وعلى المناصفة وعلى الحقوق وعلى الحريات. كذلك هناك اتفاقيات دولية كسيداو وكاتفاقية حقوق الطفل الذي وقع عليها المغرب وانضم إليها. كذلك عندما نتكلم عن المرجعية الدينية، ضروري هناك ضروري الشغال على ما هو مشرق وما هو متنوع، لأنه مهم جدا. دور الاجتهاد لأن اليوم دكتورة بشرى، ضروري الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو ما سيعطينا كذلك قانون ومدونة في مستوى متطلبات الواقع، وكذلك يجيب على الحاجيات الآنية للنساء والرجال والأسر المغربية. لا يعقل اليوم باش نتكلموا دائما على أن هناك بعض الفصول التي تقيدنا وتعتبر أنها تمس في مطالبنا تمس بالدين الإسلامي. لا أبدا، كل مطالبنا اليوم هي مطالب إنسانية، مطالب نساء مغربيات اللواتي يدقن يوميا أبواب المحاكم، يعانين الويلة، يعانين الألام، وخاصة في النقاط التي تطرقت لها الأخوات. ما نطالب به كذلك في هذا القانون هو أن يكون كذلك قانون منسجم فيما بينهم. لا يعقل باش يكون عندنا فصول تضرب فصول أخرى. عندما نتكلم عن الفصل مثلا 4، تلقوا أن هناك فصول أخرى في الولاية القانونية تسحب كل السلطات عن النساء، أو أننا نتكلم عن هناك فصول متضاربة فيما بينهم. ما نطرحه هو يكون عندنا قانون منسجم في فصوله، كذلك منسجم في 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 كتاباته، وكذلك لغته لغة حداثية تقدمية عصرية، ما تكونش لغة فيها ظلم وفيها حي. عندما نتكلم كذلك عن
الحاجيات اليوم التي تطرحها النساء في المحاكم المغربية وكذلك عند الجمعيات النسائية أغلبها اللي مطروح اليوم وكذلك اللي فتحات واحد النقاش كبير داخل المجتمع باش نتكلموا على الولاية القانونية باش نتكلموا على زواج القاصرات باش نتكلموا على الام الحاضنه اللي ما عندهاش الحق انها تزوج في الوقت اللي تكون حاضنه للاطفال باش نتكلموا كذلك على الارث بالتعصيب اللي فيه مشكل حقيقي اليوم هو ان الاسر اللي عندها بنات فقط ان تدخل الاخوال والاعمام في الارث وهناك وهذا التراكم تيكون تراكم فقط هو اسري ضيق لذا يجب اعاده النظر كذلك في هذا الفصل من اجل ان ترث النساء اللي تيكونوا في بدون ذكور داخل الأسرة الإرث الكامل للوالدين. طيب نحن نتحدث دائما عن أهمية الاجتهاد دكتورة أستاذة الإدريسي في أي المواقع ترين أن الاجتهاد واجب في هذه الفترة؟ الاجتهاد واجب في ما هو ما خلق الآن فيه نوع من البوليميك او الجدل بين المعارضين بين المحافظين وبين فهناك الاجتهاد ولكن الاجتهاد يجب ان يقوم به كذلك فقهاء متنورون باحثون في الفقه هنا عندنا في المغرب باحثون في الفقه متنور باحثون فعليا يمكن ان يقدموا اوراق بحثيه في هذا المجال لانهم مطلعين بالشؤون في اي القضايا ما هي المواقع القضايا التي ترين يجب ان يكون فيها اجتهاد لان ما يحكم به اليوم لا يتماشى ابدا مع المستجدات الحقوقيه مع الواقع الذي نعيشه الجدل كما تعرفين ان الجدل الان هو على القضية الإرث أو المساواة في الإرث هذه قضية جدلية وكلما تكلمنا عنها نتهم بأن نريد أن مستبدين ونريد أن نهدش كما من توازن الأسرة بينما لا نريد ذلك الدين مترفع على ذلك الدين الإسلامي سيبقى في منزلته هو ما الجانب الروحي لكل إنسان سيبقى ولكن قوانين مدونة الأسرة وقانون وضعي والفقه اجتهاد بشري إذا ترين في مسألة الإرث مسألة الوصاية كذلك؟ أنا في جميع المسائل اللي هي خاصة التي تثير جدلا من بين الناس اللي عندهم مقاومة كلما طالبنا بحقوق النساء يرفعنا علينا يافطات ديال أنكم تخلنا بالدين وبالأسرة إلى آخره بينما هناك لو فتحنا باب الاجتهاد للمتنورين سيبينون أن الكل ممكن من خلال القراءة المتنورة للفقه في هذا المجال فهذه مسائل التي عملت بها تونس عملت بها تركيا إلى آخره فلماذا نحن متطورون مثلا لما نرى دستورنا والمادة 19 التي تنص على المساواة في الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية إلى آخره الحقوق الاقتصادية ضمنها حتى هي الحق في الإرث والمساواة في الإرث والحق في القضية ديال أنك تكون عندك وضعية فيها كرامة المحافظة على وهذا في مقاصد كذلك الدين أن الحفاظ على كرامة الإنسان كرامة المرأة كرامة الرجل إلى آخره فهذه مسائل أظن أن الباحثين المختصين في هذا المجال سيدلون دولهم ونحن وهذا إيجابي بما أن أولاً الملك كلف مؤسسات دستورية بالإشراف العملي على تعديل على اقتراح تعديلات وبإشراك مع المجلس العلمي وحقوق الإنسان والوزارة المكلفة والانفتاح إذا حنا ننتظر أن هذه اللجنة شنو هي الصيغة اللي غدير باش الشرك هذه الهيئات وكيف ستنفتح على الآخرين وحنا كنبقاو متفائل لأن هذا في واحد المقاربة تشاركية مقاربة منفتحة إذا سيكون هكا الإنصات وسيكون المقترحات وكل واحد سيأتي بحججه والواقع النساء يتكلم على نفسه إذا الواقع يتكلم ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار وأظن أن مثلا باحثين في علم الاجتماع سيدلون بدلوهم والباحثين في علم الفقه سيدلون بدلوهم فتكون لكي نجعل من مدونة الأسرة مدونة أولا منسجمة مع واقعها
منسجمة مع دستورها ومنسجمة مع القيم الدين الإسلامية اللي هي قيم من مبادئ حقوق الإنسان، القيم ديال المساواة والإنصاف والاحترام وكل ما هو الحق والكرامة، هي قيم إنسانية اللي كنوجدوها في الدين الإسلامي وكنوجدوها في المناطق الدولية وفي الدستور ديالنا. واضح تماما. أستاذة لعب، إذا تفضلتي، ما أهمية أن نفكر كذلك في آليات للمواكبة، مواكبة هذه السيدة التي تخرج ربما من بيت الزوجية معنفة مع أطفال صغار، هل هناك اليوم من يأخذ بيدها؟ طبعا كاين مجموعة من المقتضيات مع الأسف معطلة أحياناً والإمكانيات غير متوفرة أحياناً أخرى. أعود بالأساس للقانون، لأن إذا تحدثنا عن مدونة الأسرة يجب أن نتحدث عن منظومة قانونية تحتاج إلى تعديل. الحالة المدنية هناك قانون مناهضة العنف ضد النساء، وهو اللي تطرقت له الآن، مواكبة النساء ضحايا العنف، لأنه إذا كنا نرغب في النساء أن يشاركنا في التنمية، وهذا هو الهدف يعني الأساسي من تحقيق المساواة بين النساء والرجال، طبعا لا يمكن للنساء ضحايا العنف، ونحن نعرف وضعيات والإحصائيات ديال العنف بجميع أنواعه، سواء الجنسي أو النفسي أو الجسدي أو اللفظي أو حتى الرقمي، النساء هم النسبة الكبيرة من ضحايا العنف، وبالتالي يجب توفير إمكانيات المقتضيات القانونية المؤسساتية، مؤسسات المواكبة والحماية. هذه كلها مسائل تحتاج إلى أولاً متخصصين، وعي حقوقي لوضعية النساء في وضعية نفسية معينة ضحايا العنف. ثانية، مؤسسات تتوفر فيها كل الإمكانيات لحفظ كرامة النساء ضحايا العنف. نحن لا نرغب في أن يعني يكون عندنا مراكز الحماية كثيرة، لأنه نريد أن تكون هناك أسرة مستقرة ويكون هناك قانون يحمي الأطراف هذه الخلية الأولى للمجتمع، نساء ورجال وأطفال، ولكن أساساً الفئات الهشة اللي هي النساء والأطفال. نريد على الأقل في وضعيات الأزمة، وضعيات العنف سواء ضد النساء والأطفال، تكون هناك مراكز تحترم وتحفظ كرامة النساء بأشخاص متخصصين بضابطة قضائية عندها تكوين حقوقي بقضاة، لأنه عايشنا هذا على الواقع. كل أو أغلب الأحكام التي تصدر في قضايا العنف هي أحكام يعني بفترات أو بعقوبات ضعيفة، ما فيهاش حتى رد الاعتبار للنساء الضحايا، يعني هي منظومة كلها سواء فيما يخص قانون مناهضة العنف اللي هو عنده علاقة طبعا بمدونة الأسرة وبقوانين أخرى كما قلت لي تستلزم يعني تعديل. واليوم كما جاء في الرسالة الملكية تحديد مدة ديال 6 أشهر، فيها رسالة مهمة ديال أنه تأخرنا في إصلاح هذه الوضعية وتأخرنا في ملائمة مدونة الأسرة مع المبادئ الدستورية، خاصة الفصل 19 للمساواة. الواقع اليوم ديال النساء ولا ديال الأطفال هو واقع فيه حيف كبير، لا سواء في مجموعة من المقتضيات والأستاذة تطلقوا ولا تطرقوا لهم، ولا فيما يخص إنفاذ هذه المقتضيات كذلك، لأنه أحيانا هناك عقليات تقف أمام حتى تطبيق هذا يعني الحد الأدنى الموجود اليوم في مدونة الأسرة طبعا التي اعتبرناها في 2004 فيها واحد يعني قفزة نوعية كبيرة بالنسبة لحقوق النساء. على الأقل تم رفع القدسية على قانون الأحوال الشخصية التي كان فيه يعني ممنوع النقاش فيما يخص هذا القانون. في 1993 كان هناك تعديل بسيط، 2004 كان هناك قفزة نوعية ارتباطا بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. اليوم عندما تأتي الرسالة الملكية لتحديد الجهات المشرفة
أنا بين قوسين لما تطرقت للاجتماع اليوم فقط أخص بأنه اجتماع بين أربعة مسؤولين، ما فيش ولا مسؤولة يعني في هذه المؤسسات يعكسوا الواقع ديال عدم تمكين النساء من القرار، لا سواء في الأسرة على مستوى الأطفال وتدبير الأسرة ولا على مستوى المؤسسات فقط، هذه إشارة. ولكن أقول بأنه اليوم هذه القدسية اليوم كمجتمع كدولة كمؤسسات اليوم لم يعد هذا القانون له هذه القدسية، سيعرض طبعا على جلالة الملك ومن بعده على مؤسسة تشريعية للتصويت كأي قانون كأي مشروع قانون للتصويت عليه من طرف البرلمان. وهذه رسالة مهمة المشاورات لم تبدأ بعد، الرسالة سلمت اليوم، المشاورات لم تبدأ وسيتم إشراك النساء اليوم، البرنامج كله نساء رغم أن الرجال معنيون تماما بإصلاح مدونة الأسرة كذلك لأنهم جزء مهم منها. الأستاذة بشرى عبدو، هل لدينا اليوم قضاء متخصص فيما يتعلق بالأسرة؟ هذا هو من المطالب الأساسية ديال الحركة النسائية، هو يكون الأسرة له تكوين مستمر في هذا المجال، لأن وكذلك يكون له تكوين في كيفية تكوين الأسر، ما هي المشاكل والمعاناة، القضايا النساء يكون ملم بها إلى آخره، وكذلك المشاكل العنف، هذا ما نطالب به، لأن التكوين هو مهم كما قالت الأستاذة. ولا ما كانش تكوين مستمر لهيئة القضاء ولا للشرطة القضائية ولكل مسؤولين، اكيد ان ما غنكونوش نسيروا كذلك التطور الحاصل اليوم لا في الدستور المغربي ولا كذلك في بعض القوانين، لكن بغينا قانون اللي يكون متقدم وقانون اللي فيه عدل وقانون اللي فيه المساواه. اكيد ان الناس اللي غيشرفوا على التطبيق ديالهم خاصهم يكونوا على في تكوين هذا القانون، وكذلك يكونوا في عندهم عدة معلومات ويكون عندهم واحد باجاج معرفي كبير جدا من اجل التطبيق السليم للقانون، لان كان عندنا قانون وكان عندنا واحد المشاكل ديال التطبيق. كذلك ان بغينا يكون عندنا قضاة اللي تكونوا عندهم إلمام كبير بالمشاكل ديال الأسر المغربية، يكونوا عارفين كيفية كامل بالصلح داخل في العلاقات الاسريه، كذلك في التطبيق السليم لهذا القانون اللي تنادي به باش يكون قانون اللي تيحمي حقيقه الاسره المغربيه، باش قد تكون عندنا اسره متماسكه واسره منسجمه واسره تحترم بعضها البعض من اجل المصلحه الاولى والاخيره لهذوك الاطفال اللي تيتعرضوا بطبيعه الحال لشتى انواع المشاكل والعنف جراء قوانين ما تحميهمش واللي تظلمهم واللي تحقرهم. طيب أستاذة الإدريسي، كذلك يهمني أن أسمع رأيك فيما يتعلق بالقضاء المتخصص، أين تلمسين أهمية هذه النقطة في التعامل المباشر واليومي مع القضاء؟ هو القضاء المتخصص شيء مهم جدا، لأن أولا سيخفف العبء على القضاة الآخرين، سيكون هناك قضاة متخصصين مثلا في مجال مدونة الأسرة أو مجال الطفل إلى آخره، أو مجال الأحداث، سيخفف هذا مهم جدا، لأن كل هذا يجب أن يندرج في إطار سياسة عمومية مندمجة. ما الذي يحدث اليوم الأستاذ الإدريسي؟ يمكن أن يصدر كل القضاة أحكاما في كل القضايا هكذا تجري الأمور، أم هناك بعض التخصص في بعض المواقع؟ أنا أظن أن الأستاذة عائشة القلافي يمكن لأن هي ممارسة للمحاماة يمكن أنها تتكلم أكثر على القضية، ولكن من المساهمين القضاة لما نلتقوا معهم أن هناك خصائص وأن القاضي يكون عنده عدة ملفات إلى آخره. إذا هناك نقص في الموارد البشرية، هناك نقص في الوسائل المادية إلى آخره. فإذا سهلنا المأمورية على القضاة في إطار مثلا الآن يجب توسيع تواجد محاكم الأسرة عبر التراب الوطني وأمددناها بالموارد البشرية، سيكون أولا تسهيل ولوج المواطنات للعدالة،
وسيكون عندنا قضاه متخصصين، لان التخصص على حسب معرفتي ان القضاه المتخصصين عندنا ليسوا بالنسبه التي الطلب الاستجابة للطلب. طيب ننقل هذا التساؤل إلى الأستاذة قلا، هل هناك خصاصة اليوم؟ تفضلي. نعم تفضلي، أعود إليك. نعم تفضلي. أريد أن بالنسبة للأطفال، أريد أن أتكلم على أطفال يعانون أكثر من الأطفال، هلا الأطفال كلهم يعانون كما قالت الأستاذ قلا، ولكن المسألة ديال الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج، فهادو أطفال يعانون من كل شيء. لماذا؟ لأن من الخدمات ديال القانونية، من الهوية، من أنهم من الوصم إلى آخره. فإلى ما هذا تساؤل، هل ستستجيب المدونات الأسرة لهؤلاء الأطفال بالاعتراف لديهم بإلزام الأب أن يعترف بأنه ابنه من خلال الخبرة الجينية، من خلال ذلك أن هل يمكن أن هذا تساؤل أن نعترف بأن الأم العازبة هي مسؤولة على أسرة، لكي يمكن أن تكون أن تستفيد من الخدمات ديال الصندوق التكافل العائلي، الخدمات الصحية، الخدمات الأخرى. فيجب معالجة هذا الإشكال، لأن لما نتكلم على المصلحة الفضلى للطفل، فالمصلحة الفضلى للطفل هو أن تكون لأمه وضعية قانونية تحميها. لهذه الوضعيه يمكن ان تحميه، هو يمكن ان يستمر في حياته عاديا ويرفع. طيب واضح تماما. كثير من الحزن. طيب استاذه قلاع، اريد ان اتحدث عن الخصاصه الموجوده اليوم في محاكم الاسره، وبالنسبه اليك كشخصيه تتعاملين يوميا مع القضايا ومع المحاكم، الى اي مدى هناك نقص في التخصص اليوم؟ طبعا هذه من الإشكاليات الكبيرة اليوم الذي يجب في الحقيقة الانكباب عليها من طرف السلطة القضائية، لأن لدينا محاكم متخصصة وليس لدينا قضاة متخصصين. لدينا محاكم تجارية ومحاكم إدارية ومحاكم أو أقسام، ليس لدينا محاكم أسرة، لدينا أقسام لقضاء الأسرة تابعة للمحاكم الابتدائية. من بين المطالب أن تكون هناك محاكم لقضاء الأسرة متخصصة ومستقلة عن القضاء العادي. الإشكال هو أنه التخصص لدى القضاة في التكوين القانوني فيما يخص قضايا الأسرة، فيما يخص حقوق النساء، فيما يخص حقوق الأطفال، يعني كل هالإشكاليات، لأن التخصص لا سواء بالنسبة للقضاة ولا لكتابة الضبط متخصصة في المشاكل، لأن هناك واقع خاص بالنسبة لقضايا الأسرة. المرأة ضحية عدم الإنفاق أو عندها إشكالية عدم الإنفاق، أو طفل عدم الإنفاق، أو يعني التي تطلب الإرجاع للبيت الزوجية وفيه مشاكل عنف، يعني هذه مجموعة من المقتضيات، مجموعة من المشاكل التي تحتاج لناس متخصصين، لا سواء كتاب الضبط ولا الخلايا ولا لقضاة متخصصين ولا للنيابة العامة متخصصة. هذه من بين الإشكاليات التي يجب أن تطرح اليوم في النقاش. يجب أن مدونة الأسرة أن تنص على قضاء متخصص لقضاء الأسرة مستقل عن القضاء العادي، عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يكون متخصص كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم التجارية، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الإدارية، وأن تحرص لكي نضمن تطبيقا سليما. لأن إذا رجعنا إلى خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش لسنة 2022، تطرق إلى مجموعة من المعوقات في تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة. تطبيق سليم طبقا لروح مدونة الأسرة، يعني في إطار النقاش الذي كان آنذاك من أجل إخراج مدونة 2004 إلى الوجود، النقاش المجتمعي والنقاش المؤسساتي، روح هذه المدونة لا نراها في مجموعة من الأحكام القضائية، وهو ما جاء في خطاب جلالة الملك. وبالتالي إذا كان عندنا هدف في تطبيق سليم
طبقا كما قلنا للمبادئ الدستورية، طبقا يعني المرجعية ديال بلادنا فيما يخص لا الاتفاقية الدولية التي صدق عليها المغرب ولا حتى المرجعية الدينية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك دين غير عادل. الدين دائما بمبادئه وبمقتضياته سيكون عادلا ويدفع لحفظ الكرامة ويدافع عن حفظ كرامة النساء والرجال، وبالتالي بكل هذه المرجعيات يجب أن يكون لدينا قضاة متخصصين في كل هذه الأمور لكي نضمن تطبيقا سليما للمدونة كما قالت الأستاذة في حلة جديدة. شكرا جزيلا لك الأستاذة بشرى. كيف النساء والأطفال، كيف سيتم التنسيق بينكم كفاعلين ناشطين حقوقيين من أجل تقديم المقترحات الواجب تقديمها من أجل إصلاح حقيقي هذه المرة؟ بالطبع السنوات الفارطة هو أن كان هناك تنسيقات قوية بين الحركة النسائية المغربية من أجل وضع ملف مطلبي متكامل منسجم مع كل التوجهات ديال الحركة النسائية من أجل وضعه لدى الجهات المعنية. بالطبع اليوم ما نطالب به كذلك مع الحركة النسائية هو أن ضروري إشراك الجمعية القرب المتواجدة في المناطق البعيدة من أجل إعطائها الفرصة من أجل توضيح بعض النقاط التعبير عن مقترحاتها. كاين نقطة أخرى كذلك هو ضرورة إشراك في التنسيقيات اليوم للجمعيات التي تعنى بقضايا الإعاقة النساء المعاقات والأطفال، لأنهم عندهم حاجيات أخرى التي يجب أن تدرج كذلك في القانون المدونة الأسرة المقبل. إذن ضروري تنسيقات قوية، ضروري تحسيس وتوعية قوية داخل المجتمع، وكذلك ضروري أن يصل صوت الحركة النسائية المغربية لكل الجهات من أجل التعبئة القوية، من أجل إيصال صوتنا، من أجل إيصال مطالبنا، من أجل تعبئة كذلك النساء المغربيات من أجل الوصول إلى المبتغى هو قانون عادل، قانون يحمي النساء المغربيات والأسرة المغربية. شكرا جزيلا لكنا ضيفتي الكريمات، شكرا للأستاذة بشرى عبدو، للأستاذة عائشة قلاع، وللأستاذة سعيدة الإدريسي. شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير.